السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناه سر شاكي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحه وعافيه ان شاء الله. الساعه دلوقتي 1:30 بالليل. انا فعلا فعلا انا مبسوط جدا 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 ان انا يعني وصلت ل 35000 على اليوتيوب. اليوتيوب دي القناه دي يا جماعه انا ابتديت ان انا اعمل فيها محتوى ان انا اطلع بنفسي من سنه 2019. انا فعلا فعلا انا مبسوط جدا ان انا وصلت ل 35000، وكل ده طبعا بفضل الله ثم انتم، ان انتم وصلتوني لكده، وان القناه الحمد لله يعني عملت يعني شويه كده فيوهات كويسه، والحمد لله وصلت لاكبر عدد من الناس وحليت مشاكل الناس. صدقوني انا فتحت القناه دي او ابتديت ان انا اتكلم في القناه دي لاني فعلا انا عايز افيد الناس، انا فعلا عايز افيد الناس كويس قوي، وعايز ان انا اوصل لهم المعلومه زي ما هي جات لي. يعني انا من الناس لو انتم تفتحوا القناه بتاعتي هتشوفوا انا بتكلم عن كل حاجه، اي حاجه بتحصل لي باجي احكيها على القناه، او اي مشكله بتحصل لي باجي احكيها على القناه. فمش عايز اقول لكم انا فعلا مبسوط جدا ان احنا وصلنا 35000 سبسكرايبر او 35000 مشترك على اليوتيوب من سنه 2019، ولسه زي ما هي التلاجه دي انا فعلا يعني وشها حلو عليا. مبسوط جدا جدا جدا، يعني حتى كل الناس بتقول لي انت لازم تصور جنب التلاجه. انا يعني عجباني، الله اعلم بقى ممكن اغير بقى الاستوديو، ممكن اغير الاوضه، يعني اغير بس الشكل اللي انا فيه دلوقتي ده بس. فمش عايز اقول لكم انا فعلا فعلا مبسوط جدا جدا جدا، ربنا يخليكم ليا بجد والله العظيم، ومن دعمكم يا رب يا رب يعني يكرمكم ويكرمني. ويعني انا فعلا مبسوط، انا فعلا بجد مبسوط. ده كان حلم كبير جدا، لان اول ما ابتديت على القناه كانت القناه كانت حوالي 12 او 13 او 25 حاجه زي كده مشترك، وكانت القناه كانت قديمه جدا وما كانش حد كان بيركز فيها اساسا. فبجد بجد والله يا جماعه انا فعلا مبسوط جدا، شكرا جدا ليكم بجد على دعمكم، وما تنسوش يعني شكرا. انا كل اقدر علينا اقول لكم شكرا، شكرا جدا يعني. ولو عايزين اي حاجه فعلا فعلا، لو بتطلبوا اي حاجه فعلا اقدر اعملها لكم ان شاء الله، اقدر اعملها لكم يعني. كلموني في الكومنتات، ابعتوا لي اي حاجه. انا فعلا مبسوط جدا 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 ان انا وصلت للرقم ده، وان انا وصلت ان القناه فعلا فعلا حولت او حلت مشاكل ناس كتير قوي. ويا رب يا رب تبقى سبيل للحسنات وسبيل ان هي تبقى خير، ان هي تفيد الناس كتير. شكرا جدا ليكم، فعلا فعلا انا مبسوط جدا، شكرا جدا ليكم. وكان معكم محمد تحسين من قناتكم قناه السرشاجي. شكرا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.